وللحديث عن تداعيات التحشيد على الحدود الأوكرانية الروسية والسيناريوهات المتوقعة، خاصة بعد اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك، معنا من موسكو عبر الهاتف الصحفي المختص بالشؤون الروسية طه عبد الواحد. أهلا بك معنا أستاذ طه. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني أستاذ طه، بالفعل اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك، ما الذي يعني هذا الاعتراف على أرض الواقع؟ يعني الحقيقة المعنى أو تفسير إقدام بوتين على هذه الخطوة دليل على أنه فقد أي أمل في إمكانية تغيير الوضع القائم حتى لحظة ما قبل الاعتراف عبر الطرق الدبلوماسية. كانت له محادثات هاتفية في الأيام الأخيرة مكثفة مع القادة الأوروبيين، لا سيما مع الرئيس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، ويبدو أن الرسائل الأمريكية أيضا لم تكن مريحة. يعني خرص إلى النتيجة أن الوضع لن يتغير عبر الحوار الدبلوماسي، لذلك أقدم على هذه الخطوة التصعيدية في هذا التوقيت. يعني هذا المعنى. المعنى الآخر، يعني لا أجد أي تفسير آخر لهذه الخطوة في هذا التوقيت، لا سيما وأنه كان هناك حديث عن ترتيب قمة له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن باقتراح من الرئيس ماكرون. يعني كان المتوقع أن يتريث إلى حين أن تجري القمة، لكن يبدو أن الرسائل حول جدول أعمال القمة أظهرت لهم للروس أنه يعني لن يحدث أي تغيير، لذلك يبدو قرر عدم تأجيل هذا القرار، وأعلن اليوم عبر خطاب متلفز طويل يعني قدم فيه شرحا تاريخيا من وجهة نظره حول تاريخ نشوء أوكرانيا وما جرى في أوكرانيا، وفي النهاية أعلن أنه على خلفية هذا كله. طيب، يعني سيد طه، بدا لافتا أنه اعترف بجمهوريتين اثنتين، لماذا لم تكن جمهورية واحدة تابعة لإقليم دونباس؟ يعني أعتقد أن الأمر هنا مرتبط ب طبيعة أن يعني مقاطعتين، رغم أنهما يعني كلاهما يعني متجاورتين في منطقة يعني على جغرافيا واحدة، لكن يعني أرجح أن هذا الأمر يعود يعني لا يعود إلى قضايا ذات أهمية. البعض، نعم، أسأل هذا السؤال سيد طه، لأن البعض لربما رآها خطوة لتشجيع باقي المناطق والأقاليم على أن تحذو هاتين الجمهوريتين. لا أعتقد يعني أن الأمر يمكن قراءته كذلك بهذا الشكل، لأن العدد الأكبر من المواطنين الأوكرانيين الذين يعني يفضلون سياسة التوجه نحو روسيا، العدد الأكبر في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات الأوكرانية في أجزاء من دونيتسك ودونباس، في الأجزاء التي أعلن عليها تأسيس جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. طيب، أستبعد أن تحذو المناطق الأخرى أو أن يعني تكون روسيا مستفيدة من دفع مناطق أخرى في أوكرانيا نحو خطوات كهذه، لأن هذا ينطوي على مزيد من التصعيد، على استمرار التوتر. أكيد عندما اتخذ بوتين هذا القرار هو يعرف أن التداعيات خطيرة، لكن طبيعي يعني من خلال متابعة سياسته أن الاهتمام الآن سيكون منصبا على احتواء التداعيات قدر الإمكان دون تقديم هنا بالذات السؤال سيد طه، إلى أي مدى مع هذا الواقع الاقتصادي يعني السيء الذي تعيشه روسيا، إلى أي مدى تبدو روسيا قادرة على تحمل تبعات مثل هذا القرار الذي اتخذه بوتين اليوم؟ دعنا نكون واضحين ونكون قبل كل شيء موضوعيين. يعني دعنا لا يعني أحيانا بعض المحللين تحت تأثير موقفهم من سياسة دولة في اتجاه معين
يخلطون الأمور ويذهبون في ذات الطريقة الانفعالية في تحليل سياستها من ملفات أخرى. أنا سأكون موضوعي. تفضل. حقيقة الاقتصاد الروسي أجل ليس بأفضل حال، لكن مؤشرات إيجابية، يعني هناك عائدات النفط مرتفعة، هناك الميزانية يعني يجري التعامل بشكل جيد، هناك سياسة البنك المصرفي تساعد إلى حد ما. نعم، ولكن هناك يعني في ذات الوقت التضخم. نعم، هناك في ذات الوقت هناك اعتماد من أوروبا على الغاز الروسي الذي لربما ينقطع هذا الاعتماد وتتضرر روسيا من وراء هذا الانقطاع. بكل تأكيد المسألة يعني لا، يعني أنا طبعا أشير إلى المقومات الإيجابية للاقتصاد الروسي. سندخل في موضوع في الجانب السلبي. روسيا بفضل ارتفاع أسعار النفط شكلت وسادة أمان لمواجهة الصدمات، يعني لديها صندوق الثروة الوطني تعتمد عليه، لكن إلى أي مدى سيكون هذا الصندوق كافيا؟ فضلا عن ذلك كما أشرت طبعا موضوع يعني إمدادات الغاز، أكيد أوروبا سيلحقها الضرر أيضا، لكن هذا سيكون ضربة مؤلمة لروسيا التي تعتمد بصورة رئيسية، يعني الإيرادات الرئيسية للميزانية هي من النفط والغاز ومن العلاقات التجارية مع أوروبا. الخطورة هنا أن هذا كله قد ينسف في لحظة. هناك مسألة أخرى، يعني أن التضخم، يعني المواطن الروسي يشعر بارتفاع الأسعار. يعني عندما نتحدث عن مؤشرات الاقتصاد، هذا في الاقتصاد، المواطن لا يتابع هذه الأمور، هو يهمه يعني أن يذهب ليشتري حاجته. طيب. كانت اليوم بثمن واليوم بثمن آخر. طيب سيد يعني طه، روسيا أكيد ستواجه صعوبات في هذا الموضوع الاقتصادي، لكن لا يعني هي مستعدة، على ما يبدو واضح من اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم أنهم درسوا كل الخيارات وأنهم مستعدون لهذا الوضع الاقتصادي. طيب سيد طه، هذا من جانب الروس. ماذا بشأن الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة أيضا؟ يعني كان هناك ردود فعل رافضة لاعتراف الرئيس الروسي بهذه الجمهوريات، وكان هناك تصريح بأنه سيكون هناك رد حاسم وموحد من الاتحاد يعني مقابل الخطوة الروسية. ما طبيعة هذا الرد باعتقادك؟ طبيعة هذا الرد، يعني دعني فقط أشير إلى نقطة، يعني كنا نتحدث أن روسيا ستكون يعني ستتجاوز أو ستكون يعني مستعدة للألم الاقتصادي. المسألة التي أود أن أشير لها أن هذه الخطوة، يعني هو باعتقادي التداعي، يعني التأثير الأكثر خطورة خلف هذه الخطوة الروسية، هي أن هذا القرار الذي اتخذه بوتين نسف كل ما يحاول ما نجح في بنائه طيلة يعني عقد ونصف من الزمن من علاقاته مع أوروبا. هو نجح في أن يظهر للأوروبيين أن روسيا شريك موثوق، وأن روسيا لا تريد العداء، لكن عبر هذه الأزمة وعبر هذا القرار ترسخت، يعني هو نسف هذه الصورة لدى الأوروبيين. الآن أصبح لدى أوروبا مخاوف حقيقية، هذا ما زرعه. ما هي خياراتهم الآن؟ حقيقة خيارات الأوروبيين أيضا هم في وضع صعب، يعني رغم تصريح وزيرة الخارجية الألمانية منذ يومين أن يعني أنه سيكون بإمكاننا، حتى تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيكون بإمكان أوروبا يعني أن تجتاز هذا الموسم دون الاعتماد على الغاز الروسي، لكن لا شك سيواجهون صعوبات في توفير مصادر بديلة للطاقة في هذه السرعة. لذلك لا أعتقد، يعني أنا أستبعد أن تكون هناك قطيعة بين روسيا وأوروبا في موضوع الطاقة، لأن هذا مصيري الآن بالنسبة لأوروبا، على الأقل ريفما يضمنون مصادر بديلة. الخيارات المتاحة أمام أوروبا طبعا الآن هو العقوبات التي تحدثوا عنها، والتي أرجح كما قلت أنها لن تكون قاسية باتجاه الطاقة، لكن قد تشمل النظام المصرفي الروسي. هذا طبعا سيؤدي إلى انهيار كبير للروبل. يعني اليوم مجرد انعقاد اجتماع مجلس الأمن لبحث مسألة الاعتراف في دنباس، الروبل كان يعني كان مقابل الدولار 77 روبل، بسرعة ارتفع حتى 79 ويعني عفوا 79 واقترب من 80.
فلا ندري كيف، يعني صباح الغد السوق ستكشف عن الأثر الاقتصادي لهذا القرار. وكما قلت باعتقادي أن أخطر نتيجة لهذا القرار بغض النظر إن كان يعني تقييمنا له، لكن هو أن الأمريكان نجحوا في إعادة العلاقة بين روسيا وأوروبا إلى ما كانت عليه تقريبا في الحرب الباردة، عندما كان الاتحاد السوفيتي أيضا يزود يعني يمد أوروبا بالطاقة بالنفط والغاز، لكن كان بالنسبة لهم الشر الأكبر. هذا يعني هذا نتيجة هذا القرار تغيرت الصورة التي حاول بوتين يبنيها مع الأوروبيين، وأعتقد أنه يعني سيكون أمامهم عمل شاق في الفترة القادمة لتحسين طيب هذه السيد الصورة. سيد طه، بخبرتك بالشأن الروسي أمام هذا الاستحضار للتاريخ وتاريخ يعني الاتحاد السوفيتي والأراضي التي كان يضمها، هل تعتقد أن بوتين سيقف عند هذا الحد، أم ما هي إلا الخطوة الأولى بهذا الاعتراف؟ حقيقة يعني بعد قراره اليوم قرار الاعتراف أصبحت أخشى أن أخمن أي خطوات أخرى يقوم بها. طبعا خطواته التالية في مجال يعني توسيع مناطق الضم أو المناطق التي يعترف بها خارج أوكرانيا، هذا يعتمد على مسار تطور الأحداث. الآن على الأرض ربما يندفع الأوكرانيون إلى محاولة استعادة السيطرة على هذه المناطق بالقوة العسكرية بسرعة. هذا سيناريو خطير جدا بالطبع، لأنه في حال يعني لم تكتفي روسيا بإرسال الدعم العسكري وإرسال المتطوعين ودخلت هي بشكل مباشر في خط المواجهة، يعني هذه أزمة كبيرة لأوروبا، هذه حرب كبيرة في أوروبا. في حال يعني أدى هذا القرار إلى مناوشات وتمكنت القوات الانفصالية في دونباس من توسيع مساحات السيطرة، من غير المستبعد لأنه حتى الآن يعني وقع هو قرار اعتراف بجمهوريتين، لكن الحدود غير واضحة. يعني هنا النقاشات في بين الخبراء الروس أنه حسنا الاعتراف بدونيسك ولوغانسك، لكن ضمن أي حدود؟ ضمن حدود خطوط التماس الحالية أم ضمن الحدود الإدارية للمقاطعتين الأوكرانيتين لوغانسك ودونيسك؟ يعني هذه أيضا مسألة، لأنه ليست جميع أراضي المقاطعتين خاضعة للسلطات التابعة لروسيا. شكرا جزيلا لك، عذرا على المقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفا عبر الهاتف من موسكو الصحفي المختص بالشؤون الروسية طه عبد الواحد، شكرا جزيلا لك.